خفت في 2014 في كان أرض جنبينا انقصفت وجت فيها قذيفة وكنا كنا نعيط يعني وتكسر الشبابيك شردنا عند السيدة لما خلصت الحرب وجيت على المدرسة صدمت كتير في شكلها يعني زائلت كان شوي نفسي اعيط كانت هذيك المدرسه مقصوفه فاجوا الاولاد عنا وكانت هذيك الحيطه مكسوره وبنهادي المنطقه مشققه فكتير كان تاثير وكانوا في الصفوف زحمه كتير ما كناش نسمع الامطه كتير بديت تحسن شوية قل العدد لسه المدرسة هي بدها كمان تجديد عشان البنات يطلعوا تصير كتير يعني ما تصير الزحمة زي عددنا احنا هلا صار كتير وبتمنى يكون يعني لما اكون دكتورة اكون شاطرة ابني مستشفى كبيرة كل مديرتها اي حد مثلا بينصاب بروح اعالجه انتوا جينا علينا العام الماضي في الصيف الماضي وكان البيت تبعنا مدمر واولادي كان البيت تبع اولادي كان يعني شويه ماسك حاله فاجتني المنحه انا بنيت اللي بنتمناها الوقت انه تيجي منحه للاولاد مشان يسكنوا بدل انا ما اكون ساكن والاولاد مش ساكنين فبدهم يسكنوا التانيين زي ما انا ساكن كان عندي بيت أسسته وبنيته من دمي ومن دم أولادي من كراميكا من فراش من كنب كان فيه يعني حطينا كل دمنا ومال الأيتام حطيته في قلب البيت هذا وإجت الحرب واجي أترحلنا وتشردنا وتبهدلنا إنا سنتين هينا يا أمي في شهر 7 بصير لنا سنتين أنا بتمنى أول حاجة إن يساعدونا ويسهلوا علينا الإعمار أنا وغيري عشان أرجع أعيش عيشتي اللي كنت أنا عايشاها أنا وأطفالي وأولاد ابني
الحديد مش متوفر، الصاج مش متوفر، الأسمنت مش متوفر، السياخ الحام مش متوفرة. طبعاً هذه كلها كنا نشتريها بأربع أضعاف الثمن. بدينا في إعمار خطوط الإنتاج بإيدين فلسطينية. اهتمينا أول حاجة في خطوط الإنتاج حتى نقدر نرجع للسوق ونعاود نعمر قطاع غزة اللي دمره الاحتلال، لأن أول حاجة لازم نعمر المصانع علشان نعمر البيوت اللي دمرها الاحتلال. طبعا احنا معتمدين في الانتاج على المواد المدخله من اسرائيل. في حال انه اغلاق المعبر او تجديد الحصار بقى في المصنع بتزيد البطاله في المصنع، بقعدوا العمال. فاحنا عشان كده يوم بدخلوا الاسمنت ويوم بمنعوا الاسمنت. في حال دخل الاسمنت بنشتغل وبيشتغلوا العمال، في حاله ما دخل الاسمنت بقفوا العمال معهم. رغم الاوضاع الصعبه في غزه من حصار شديد وصعب وبيوت مدمره وشباب خريجين جامعات مش لاقين شغل، الا انه بنبذل كل جهدنا وبنستغل كل الفرص لنصنع مستقبل افضل، وغزه بارادتنا القويه وعزيمتنا راح تصير احلى واجمل.